كثير من النساء أو البنات بتعتمد على عامل الجمال فقط، يعني تلاقي البنت جميلة وفعلا بتكون جميلة، جميلة الجسد وجميلة الوجه، وحتى ممكن تكون جميلة الطريقة وممكن تكون مقبولة ودمها خفيف وترتبط بشخص معين، ولكن اللي بيحصل بعد كده إن بتحس إن هو بيبدأ يزهق، بيبدأ يتعود، بيبدأ يمل، بيبدأ يتغير معاها، بيبدأ كل الناس شايفها جميلة وهي شايفة نفسها جميلة بس هو شايفها عادية، مما يفقدها ثقتها في نفسها أو يؤدي لتوتر العلاقة بينها. طيب إيه السبب؟ إحنا هنقول تكة بسيطة، تركاية بسيطة كده ممكن تكون بتغيب عن بعض النساء فتؤدي للمشكلة دي في النهاية. ركزوا معايا في حلقة النهاردة، هنديك نصيحة مهمة أوي ومفيدة أوي، استخدميها مع حبيبك أو مع الشخص اللي انت مرتبطة بيه، صدقيني نتائجها هتكون إيجابية جدا. يلا بينا نبتدي، وسريعا أنا بس برحب بيكم وبقول للي ما اشتركش في القناة يشترك، والجديد برضو عرفنا بنفسه عشان نرحب بيه وندوس لايك للحلقة دي، مهمة أوي وعايزينها توصل لبقية أصدقائنا، ويلا بينا. صار عايزين نعرف إيه السبب. لو في شخص بيحبني ومهووس بيا أنا كأنثى ونفسه يتجوزني وعمل المستحيل عشان نكون لبعض ومع بعض، ليه بعد ما بنتجوز أو بنرتبط بيشوفني عادية رغم إن أنا زي ما أنا وهو زي ما هو؟ ما هو ده الشخص اللي كان هيموت عليا وعايزني، وأنا زي ما أنا بالعكس ممكن أكون بقيت أجمل وبقيت أحلى. ليه بيبدأ يحصل فتور؟ ليه بيحصل ملل؟ ليه بيشوفني عادية كده مع إن كل العيون بتبقى هتتجنن عليا؟ باختصار لأن طبيعة الإنسان التعود ومن ثم الملل وكل شيء ممنوع مرغوب. هي دي الإجابة اللي لازم تكوني عارفاها، وعلى فكرة تنطبق على رجل أو امرأة. يعني الشخص منبهر بحاجة أوي طول ما هي بعيدة عنه، طول ما هو مش عارف يوصل لها، طول ما هو في محاولة للبحث لنيلها. طب أول ما تبقى بين إيديه ما خلاص بقى، ما احنا ضمناها، ما احنا خدنا اللي احنا عايزينه، ما هي بقت معانا. يحصل نوع من أنواع التعود. التعود ده يؤدي بعد كده لحاجة اسمها الروتين ثم الملل، كل يوم نفس الحاجة، نفس الشكل، نفس الستايل، نفس الأسلوب، بدأنا نمل. وفي بعض الرجال تلاقيها تقول لك عايزين نغير، يبقى مرتبط بملكة جمال، أقسم بالله وأعرفهم شخصيا، مراته ملكة جمال ويبص لغيرها لا تقارن بها، أوحش منها بكتير وأقل منها في كل حاجة، في الثقافة والطريقة والأسلوب والشكل، ولكن يبص لها. ليه؟ ده ناتج من التعود اللي وصل بيه لمرحلة الملل. طيب أنا كأنثى واعية وفاهمة وشاطرة أعمل إيه؟ ومش عيب إن أنا أعمل الصح عشان أحافظ على بيتي وعلاقتي بالإنسان اللي أنا مرتبطة بيه، ويمكن أنا كمان كرجل أقدر إن أنا أفيدك أوي بخلاف دراستي، لأن أنا رجل وعارف إيه اللي ممكن يخلي الرجل مهووس بالأنثى. أنا النهاردة مش بتكلم لواحدة متجوزة بس، أنا بتكلم لأي بنت مرتبطة مع أي رجل، أو حتى بنت عايزة تلفت انتباه رجل. حاجة اسمها التجدد، لازم تكوني متجددة. إياكي من حاجة اسمها إن أنت تقعي في حاجة اسمها الثبات. أنا زي ما أنا وما بغيرش، نفس التسريحة، نفس الستايل في اللبس، نفس الطريقة، بيمل الرجل أسرع مللا كمان من الأنثى. يمكن الأنثى بتحب بقلبها ومشاعرها قوي، ولكن الرجل تركيبته كده. أنا بنصحك وياريت تاخدي النصيحة دي في عين الاعتبار، تجددي على قد ما تقدري. عارفة الحاجات البسيطة من وجهة نظرك دي والله لو اهتميتي بيها هتكون لها تأثير ومفعول كبير قوي، وهتشوف النتائج بنفسك على شخصية الرجل واهتمامه وانجذابه ليك، وممكن يبقى في النهاية مهووس بك. تسريحة شعرك، طريقة الميك اب بتاعتك، طريقة لبسك، طريقتك في الكلام، حتى أسلوبك في التعامل مع، تجددي كل فترة كده غيري عشان ما يحصلش نوع من أنواع الروتين القاسي القاتل الممل في النهاية. ما خلصناش، احنا لسه هنديكي كمان نصيحة من ذهب، من ألماظ ومن ماس، صدقيني مش ببالغ. مش احنا لسه قايلين كل شيء ممنوع مرغوب، تعالي فترة وتمنعي. ما ينفعش تبقي متاحة على طول ووقت ما هو عايزك،
انت موجود، لازم من فترة لأخرى تتمنعي، ولكن خلي بالك بذكاء الأنثى، بفهم، مش تتمنعي بغشومية، سوري في اللفظ، مش تتمنعي تحسسي ان حياتك فيها واحد تاني وانت اتغيرتي معاه، تمنعي بذكاء وأنوثة ودلع وسحر المرأة. في مرة عايزك لو مش موجودة، عايز اشوفك، انشغلت بأي حاجة، عندك حاجة، ظرف طارئ غصب عنك، لازم يكون في نوع من أنواع التمنع، يبدأ ان هو يشتاق. والاشتياق، وما أدراك ما الاشتياق، إذا سيطر على الرجل يتجنن بيك، يفكر فيك ليل ونهار، يهوس بك، عايزك ومش لاقيك، نفسه ان هو يطولك ومش عارف يطولك، كل شيء ممنوع مرغوب، ما دي قاعدة احنا اتفقنا عليها في أول الحلقة، وما أعتقدش ان في حد عاقل هيختلف معايا في صحة القاعدة دي. أيوة، كل شيء ممنوع مرغوب. تمنعي حتى لو جوزك من فترة للتانية مش دايما موجودة، مش دايما متاحة، مش دايما كل ما يعوزك بيلاقيكي. إذا أنت عملتي الصفتين دول أو الموقفين أو الحاجتين دول، التمنع أو التجدد الأول ومن ثم التمنع، شوفي نتيجته على الرجل، أقسم لك بالله هتبقى عاملة إزاي. وأنا ما بقولش إن أنت لازم تكوني متجوزة، ممكن تكوني حتى في علاقة حب، في خطوبة. مش عايز أقول إن النصايح دي تمشي للرجل كمان لو بيتعامل مع أنثى، ولكن هي تمشي للأنثى أكتر أكتر، لأن أنا عارف تركيبة الرجل وتفكيره بيبقى عامل إزاي. مهما كنت بتحبيه، ومهما كان درجة التعلق والاستمتاع الكبير اللي بتلاقيه وانت معاه، لازم تتمنعي من وقت لآخر، وما تطوليش في الفترة، ما تأفوريش وتقعدي بالأسابيع يعني، لا، يومين ثلاثة، يوم اتنين هيبقى حلو سدن، هيكسر ملل وروتين العلاقة. ويمكن أنا النهاردة بذكر الحديث، احنا طبعا يا جماعة بننزل، هنتفق بقى على ميعاد، كل يوم هننزل حلقة ان شاء الله الساعة 8 بتوقيت مصر، قناتنا دي هيبقى موعد الحلقات ان شاء الله الساعة 8 كل ليلة بتوقيت مصر. قناتنا التانية اسأل محمد وعيلته، اللي بنحل فيها مشاكلكم وفيها دروس مستفادة، هيبقى الساعة 9، يعني بعدها بساعة، يعني بذكر الشيء كده او الشيء بالشيء، عندنا حلقة عن الموضوع ده. ست كده بتحب جوزها بتموت فيه قوي، فجأة بيحصل ملل في العلاقة بينهم، بتلجأ لحيلة غريبة غريبة جدا جدا، عمري في حياتي ما سمعت عنها، خلته في الآخر طلقها. ولكن المشكلة في تفكير الست دي، ازاي قلبها طوعها ان هي تعمل حاجة زي كده بهدف ان هي ترجعه ليها وتخليه يحن عليها. قصة مثيرة جدا وفيها درس مستفاد كبير جدا، هننزلها بعد الحلقة دي بساعة على طول على قناتنا التانية اسأل محمد وعيلته. الرابط بتاعها في وصف الفيديو، اول تعليق، او اكتب على اليوتيوب اسأل محمد وعيلته، هتظهر لك قناتنا، يا ريت تتابعوها وتشتركوا كمان في القناة التانية دي، قناة مفيدة قوي ومهمة قوي. يا ريت في النهاية تكتبوا لي آراءكم في الحلقة دي، أنا سعيد جدا لما بكون بقرا تعليقاتكم وبتشاركوني، احنا في النهاية عيلة واحدة، وأنا بعتز جدا بآراءكم، اكتبوا لي آراءكم في الحلقة دي. إلى اللقاء، هتوحشوني، وإن شاء الله نلتقي بكرة في نفس الميعاد الساعة 8.